اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده، وكالعاده برضو قبل اي حاجه بحب اشكركم على الدعم المتواصل للقناه، متشكرين والله يا شباب. حلقه النهارده ان شاء الله عن افضل 30 هدف في نجوم العرب في الدوريات الاوروبيه، وطبعا عايزين نختار منهم اني جون افضل. وفي حاجه كده بصراحه عايز اخد رايكم فيها، لو جبت اهداف دوري ابطال اوروبا وعملت عليها رده فعلي هتتفرجوا عليها ولا لا؟ يعني يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات هل هتبقى حاجه حلوه بالنسبه لكم ولا لا. لو مثلا دور ال16 اجيب الاهداف بتاعته كلها واعمل عليها رده فعل، دور ال8 هكذا، يعني يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات تحت لو فكرة عجبتكم يا ريت تقولولي. فخلينا بقى معلم نخش الفيديو سريعا، بس طبعا قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك. يا ريت يا جدعان نوصل الفيديو ده لألف لايك. يا جدعان تعالوا مره كده واكسفوني واعملوها والله العظيم عيب. طبعا ما تنساش تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا يا معلم. يلا يا عم. طبعا يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك، يعني مش اكد عليكم. طبعا النهارده الجمعه بقى لازم نصلي على سيدنا محمد كتير قوي يا جماعه، لازم. اجمل 30 هدف للاعبين العرب في اوروبا. اندي دايلور زوم تيوب يا جماعه بتجيب فيديوهات جامد قوي بصراحه. يعني محمد النني يا جدعان الراجل ده طلع صاروخ لا يصد ولا يرد بعد ميسي في بي اس جي. زياش يا ولد يا ولد يا ولد في بيرنلي. الهجمه حلوه. فخر فخر يا جدعان يا جدعان فخر. بص الارتو الارتو راح بيلف. ايه ده يا جدع؟ حرام عليك، ده انت لو تحطها بايدك مش هتجيبها كده. بالناصر يا ولد يا ولد يا ولد. الواد ده مستقبله عالمي، مستقبله عالمي، سنه صغير ومستقبله عالمي حرفيا. مين ده يا ولد؟ يعني حاسه مش عارف ايه، بس حاطه حلو. تصدق حاطه حلو قوي بجد. مش عارف. رياض يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. قدام الساوز، قدام ساوث هامبتون. صلاح الارتو جميل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ارتو جميل قوي بجد يا جدعان. فخر يا جماعه برضه هداف دوري انجليزي. مش هنضحك على بعض. يا ولد يلا حكيم يلا يا ولد يلا حكيم يلا. بشماله الجون ده بشماله، متخيلين؟ مين الاخ؟ زين الدين. اوه ايه ده؟ ايه الجول ده؟ زين الدين فرحان ده كتير قايل لي عليه، اعمل عنه فيديو بس مش سايله فيديوهات بصراحه. يا ولد يا فخر يا جدعان فخر فخر. ومش هنتكلم كتير. من عاداته اهداف، اهداف عالميه بصراحه. مين ده؟ حمزه؟ مين حمزه رفيعه ده؟ قلشت رجعت له تاني. جون حلو مش وحش. يا ولد يا ولد عطشان. مين ده؟ مصيري. ايه ده؟ ده طار فوق. بن سبعيني. لا 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 الجون ده بيمينه. بن سبعيني بنت سبعيني. لا 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 عيني تاني عيني تاني. صعب 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 الجون ده. هو باك شمال اصلا. الكورة راح فين؟ ايه ده؟ محدش يتوقع خالص. يا ولد يا عيني. صنع محمد يا جدعان برضو. الاناكوندا الاناكوندا المصري. الاناكوندا برضه ترقيصه في ار2 جميل على الهادي كده. سعيد بالرحمه. يا ولد يا ولد يا ولد على الارتو. بص الكوبري بص الكوبري ده بص الكوبري ده. الكوبري وحش الكوبري وحش. الكوبري زعل يخليك تتعب نفسيا. يا ولد يا ولد يا لاسف دين خاوي ده حطها حلو. تصدق الكنترول اصلا هو كله الجون يعني. يا ولد يا ولد يا ولد يا مندي. عيسى مندي
ده في الريال. الحق الجول اللي فات ده في الريال. النصيري يا ولد يا ولد. لا 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 الواد ده هعمل له فيديو قريب. يوسف النصيري لازم اعمل له فيديو قريب. هداف بامتياز. فخر برضه يا جدعان. يا ولد يا ولد. جوده جوده لاعبين يا جدعان بجد. تتوقع ان هو يحط هناك في البعيده بس بص العقل. في الضيقه في الضيقه. رياض التصويب التصويب التصويب. جول رياض ده صعب قوي يا جدعان برضه بيمينه غريب. لا 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 ايه ده؟ ايه ده؟ الحق دايلور. لا 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 الجول ده مش هيجي زيه. خلاص 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 ده افضل جول في الفيديو اعتقد يعني. اعتقد اعتقد ده غريب يا جدعان مش كده. يا ولد يا ولد يا زياد. لا 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 جون عندي تاني. خلاص خلص الواقع خلاص عدى كل الحدود. يا ولد يلا كوكا كوكا يا جدعان. المصريين برضو ظاهرين في اوروبا. المصريين موجودين وحاضرين. الجون ده ادم والناس. بصوا والناس بصوا والناس. جون عالمي حرفيا. بص بص الناس كم واحد. انا عايزك تبص. واحد اتنين تلاتة على خط ورابع وفي البعيدة. صلاح يا جدعان صلاح. صلاح جايب جوان عالمية. الفيديو تقريبا معظمه جوان صلاح. فخر. اتفرجوا احسن فعلا مش هنلحق. ورياض رياض 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 استاذ ورئيس قسم. استاذ ورئيس قسم في الار 2. انا هقول ايه؟ انا هقول ايه بذمتك على الار 2 زي ده؟ انا هقول ايه على الار 2 زي ده؟ انا مش عارف. انا بصراحه اتصدمت. انا مش عارف اقول ايه بجد. ايه ده؟ ايه ده يا ابو اليا؟ ايه ده يا اخي حرام عليك؟ ده انا عامل لك فيديو عالمي. بص الفاول منين يا جدعان؟ منني 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 يا جدعان. بيودي قذائف تاريخيه حرفيا كده. بيودي قذائف تاريخيه. سلام عليك. ايه ده منني والله. رياض الار 2 بتاعه. الار 2 الار 2 الار 2 هو اصلا رجليه معدول على الار 2. خلينا عارفين. الفيديو جامد. الفيديو عاجبني بصراحه. اللي عاملين فيديو الشنة دي جميلة قوي. مين ده؟ مين رومان سياس ده؟ سايس رومان سايس. مين ده؟ الواد طار فوق. ادم والناس. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا والناس. الواد ده ديبالا العرب حرفيا بجد. الواد ده تحسه ديبالا كده في نفسه. رياض بص رقص فين يا جدعان؟ يا جدعان بص رقص فين؟ بص برقص. بص خيال ملوش اصلا يجننك. خيال ملوش يجننك والله. خيال ملوش يجننك. تخليك قاعد كده متفرج ما تعرفش. النصيري النصيري رقص الجول. خلصها 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 خلاص يا ولد يا النصيري. مين ده؟ عطال عطار رجع من جديد. باك رايت يا جدعان باك رايت. بص حكيمي يعني بصراحه انتوا الاثنين مش هنضحك على بعض. بص باك رايت برضه بيعمل زيك. رياض يا ولد يا ولد يا ولد. هم بصراحه مسكوا ساوثهامبتون هزقوها. شكرا يا جماعه على الفيديو. بس بقى يا معلم كده الحلقه خلصت. لو الفيديو عجبك ما تنساش انزل تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اي فيديو جديد. واشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.